السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد لزوم ات هوم. النهارده ان شاء الله هنعمل بانكيك بالموز. وصفه سهله جدا وخفيفه. بتعمل المقدار ده بيعمل 12 واحده كبيره، او ممكن تعمله تقريبا 20 واحده من الصغيره، قطع صغيره. اول حاجه طبعا تكون كل حاجه بدرجه حراره الغرفه. هنحتاج 350 جرام دقيق، تقريبا كوبايتين وثلاث ارباع. انا استخدمت هنا الدقيق اللي هو الجاهز اللي بيبقى عليه بيكنج باودر. لو هتستخدموا الدقيق العادي يبقى بدل ما هنحط معلقة صغيرة بيكنج باودر هنحط 4 معالق صغيرين، وبنزود شوية في الملح. هنحتاج بقى 70 موز يكونوا مستويين قوي، وهنهرسهم كويس جدا. الطريقة دي سهلة قوي، وحتى الأولاد ممكن يشاركوا فيها. لو حابين تضيفوا عليها رشة قرفة، بس أنا مضفتش ليها قرفة. هنحتاج بقى 250 ملي لبن، تقريبا كوباية ونص، ومعهم بيضتين ومعلقة صغيرة فانيليا. هنضيف الموز عليهم. نقلبهم كويس جدا. هنجيب بقى خليط الدقيق، هنعمل كده حفرة في النص ونضيف خليط اللبن بالتدريج. ممكن لو حابين تستخدموا المضرب الكهرباء تضربوهم مع بعض، او لو بمضرب اليدوي عادي. انا هنا عملته بمضرب اليدوي. خليط البانكيك دايما بيبقى سميك شوية، مش بيبقى خفيف زي الكريب. كده تمام. كده خلاص جاهز. هنجيب بقى على طاسة معلقة صغيرة زبدة على نار متوسطة. انا عملت نص المقدار كبير، والنص التاني عملته ميني بانكيك. متاخدش وقت خالص، دقيقة او دقيقتين بالكتير، وبعدين نقلبها. اول ما تبدأ تطلع كده الفقاقيع الهوا اللي فوق دي نقلبها على طول الناحية التانية. بعد ما نطلعهم نحطهم في مكان تقدر دافيه، ممكن نحطهم في الفرن على ما الباقي يخلص. تمام. ممكن بقى نقطع اي فاكهه انتوا بتحبوها. انا حطيت موز وفراوله. ممكن تحطوا اي صوص عندكم، اي نوع صوص عندكم. انا حطيت كريمه مخفوقه ومعاها الميبل سيرب اللي هو دايما بيتقدم مع البانكيك، او ممكن ترشوه بالسكر البودره ويتاكل في ساعتها عشان بيشربها البانكيك لو حطيناه وسيبناه شويه.
ممكن تاكلوه كده. متنسوش تشتركوا بزوم اتهم وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل الفيديوهات الجديدة. وبالهنا والشفا.